إذا لما تزيد سرعة الرياح and it cuts in speed, the turbine speed starts increasing. هلا motor speed increases beyond في critical speed اسمها synchronous speed. بصير تتحول الموتور شو بصير يشتغل؟ لما بتحول لجنريتر ايش اللي بنعكس عندي الان؟ بي فبصير هو يولد باور. حسب حجمه حسب حجمه يعني بصير حسب حجمه قديش الباور اللي بده هو يرجع فيها لانه في لوسز فيه بدها تتغلب على هاي اللوسز. اذا هون it generates real power بس بتضلها تاخذ reactive power it still consumes الفريكونسي اللي بنولد عليها مين بحددها؟ الجريد. مين بحدد هذه الفريكونسي؟ الجريد. اذا فريكونسي از ديسايدد الفريكونسي بحددها الجريد ما بحددها الجنريتر بحاله الاندكشن جنريتر من هون. هلا اذا زادت السرعه كمان ايش السرعه؟ لما توصل 9 10 السرعه لما توصل الريتد سبيد وين ويند سبيد اتينز ايش السرعه لازم يوصلها حتى يعطيني الريتد باور تبعته. لاحظوا هون بالفتره هاي بعد الكاتنج سبيد وعم بتزيد الباور but with the cube of the speed تذكرين هاي الكاتن هاي الريتد هاي الريتد ريتد باور اللي هي 2 ميجا وات او 3 ميجا وات او 4 ميجا وات ات ريتد سبيد وهاي كات ان سبيد بنقطة معينة شو بوصل؟ كات اوت سبيد. فاحنا في المرحلة هاي لسانا هون وعم نزيد with the cube of the speed v cubed when the wind speed attains rated speed, rated electrical power is generated. وإذا بناخذ مثال من التيربان اللي كنا نحكي عنه من يومين مثلا example 2 ميجا وات at 12 meters per second wind speed. تمام لما بوصل هاي النقطة وين صرت؟ ايش بصير هلا بعد الريتد سبيد هاي؟ شو بصير اعمل عشان سرعة التيرباين ما تزيد رغم الزيادة بسرعة الرياح؟ ببدا بتحكم بيتش انجل هون زيرو ديجريز هون بتصير تزيد ثيتا بيتش اكثر من زيرو فبتبدا البيتش انجل تزيد هلا as wind speed increases pitch angle او blade pitch angle is increased to prevent
ايش بصير عندي اخر شيء لما السرعه توصل الكات اوت سبيد اللي هي هون خلص السيستم شت داون. وين الكات اوت سبيد؟ بصير عندي فول شت داون. ليش نعمل شت داون؟ شو الهدف؟ عشان احمي السيستم، احمي structural integrity تبعت السيستم.